عودناكم على شوبينج هين وسريع ام تي في ضمن برنامجنا شوبينج باي بستلر، مكفين نطلع عليكم يوميا مع اصنافنا الجديده المختلفه والمميزه العمليه لكل شخص منا، والاهم انها فيري هاي كواليتي. وين ما كنتوا عم بتابعونا اختاروا الايتم يلي بهمكم، اتصلوا على بستلر على 01 44 55 55 وبيوصل الغرض لعندكم وين ما كنتوا بلبنان فري دليفري. كوكينج بوك الأصلي شكله مثل مجلد، إنما بيحتوي على 4 شوبينج بولز بأربع ألوان مختلفة، كل لون فينا نقطع ونقص عليه نوع معين من الأكل، يعني الأحمر للحمة بس، الأزرق للسمك ولكل أنواع الفريدومير، الأبيض للأكل المطبوخ أوريدي مثل الروتي مثلاً، والأخضر أكيد للخضرة وللفواكه. كوكينج بوك الأصلي ما بينكسر قد ما يوقع على الأرض وقد ما نشد عليه، مصنوع من بولي برولان وبتحصلوا عليه ب 35 ألف ليرة بس وين ما كنتوا بلبنان فري ديليفري. اتصلوا على بستلر على 01 44 55 55. كلنا منحب ناكل تابولة بس منعطى الهنفر من الخضرة والبقدونس لأنه بياخدوا وقت كتير. مع 60 سكن تابولة انحلت هالمشكلة، هالمكنة بتفرب البقدونس بثواني، ما قلنا إلا نشد الخيط 3 أو 4 مرات، وكل ما نسحب الخيط أكتر كل ما بينفرموا زيادة. ومش بس هيك، ارتحنا من فرم البصل يلي ببكي كل ستات البيوت كمان بثواني وبينفرموا، والأهم كمان إنه ما بقى نعرض إيدينا للسكاكين وما بقى نتلبك بالأدوات الكهربائية التقليدية التقيلة. 60 سكن تبولة بتفرم البندورة من دون ما تغرق بالصوص تبعها، وبتفرم أشياء كتير قاسية مثل مكسرات، وحتى الجزر بتقطعه لشقف صغيرة من دون أي مجهود، بإصبع واحد 3-4 مرات وبيجهز كل شيء. 60 سكن تبولة مكفولة لمدة 2 سنين وفيكم تحصلوا عليها ب 52 ألف ليرة. ومش بس هيك، بيجي معها هالسلاد بول هدية، ما لكم إلا تتصلوا ببستلر على 01 44 55 55 وبتوصل لعندكم وين ما كنتوا بلبنان فري دليفري. قدام نتمنى يكون عنا معدة وبطن فلات، بس هيدا من دون شغل كتير عذاب ونوادي رياضية ورجيم كمان، بس مع فايبرو بيلت الجديد انحلت هالمشكلة. فايبرو بيلت كتير قوي وسريع وبيبرم موتوره بسرعة تيعطينا النتيجة يلي بدنا إياها، والنتيجة هي تكسير كل الدهون من المنطقة يلي منحطه عليها، شدد عضل وإزالة الترهلات تيصير عنا الجسم يلي عطول منحب إنه يكون عنا إياه. فايبرو بيلت فينا نستعمله نحن وعم نحضر تي في أو نحن وعم نقرأ بالتخت، حتى نحن وعم نسمع موسيقى وبحيلا محل بالبيت أو بالمكتب، كما فينا نستعمله على منطقة الأرداف كمان لمدة 10 دقايق كل يوم. فايبرو بيلت فيكم تحصلوا عليه ب 132 ألف ليرة بس وين ما كنتوا بلبنان عبر الاتصال ببستلر على 01 44 55 55 وبيوصل لعندكم وين ما كنتوا بلبنان فري دليفري. تراستي كين هي عسل التعكيز كتير متطورة وسعرها بس 60 ألف، مصنوعة بطريقة لتريح الشخص وما تخليه يحس حاله إنه في شي منه قدر يعمله. رح قلكن كيف. أولاً معمولة من حديد وفينا نطولها ونقصرها مثل ما بدنا، بيوصل طولها مينيموم ل 80 سنتيمتر وماكسيموم ل 93 سنتيمتر. ثانياً بيجي فيها دو متحرك لفوق ولتحت. ثالثاً بكعب العصا في 4 سندات لتوقف، هيك بصير استعمالها أهين وما بتعود توقع كل ما فلتت من الإيد، خاصة للأشخاص الكبار بالعمر لأن على أكيد رح يكون عندهم صعوبة إنه ينخوا ويلموا العصا. تصلوا على بستلر على 01 44 55 55 وبتحصلوا على تراستي كين ب 60 ألف ليرة بس وين ما كنتوا بلبنان فري دليفري. دست كلينر هي أدابتر بخلينا نشفط الغبرة من أصعب المحلات يلي كتير بتعذبنا وبتاخد من وقتنا تنظفها. دست كلينر بيوصل لكل الأماكن الصعبة، صار فينا مثلا ننظف الجوارير المليانة غراض وعلى بالعدة من دون ما تفضون. دست كلينر بتفوت بأضيق المحلات ومخارج الهواء بقاسي البيت أو السيارة، لأنه مؤلف من تيوب زرفاع وفلكسبل بينتعجوا حسب الحاجة. دست كلينر بتفوت بكل المحلات يلي الفاكيوم العادية مش قادرة توصلها، يعني تنظيف البرادة والشوفاج وحتى ورا البلانت صار كتير سهل وهين، وبتحصلوا عليها ب 30 ألف ليرة بس. ما لكم إلا تتصلوا ببستلر على 01 44 55 55 وبتوصل لعندكم وين ما كنتوا بلبنان فري دليفري.
في كتير ناس بحبوا يخبزوا خبزاتهم بالبيت وبطريقة هينة وسريعة. هالساج ميكر مصنوع من مواد ما بتلزق أبداً، فينا نعمل عليه مش بس خبز، فينا نحضر منقيش زعتر، جبنة، لحمة بعجين وحيلا شي بيخطر عبالنا بده فرن. وإجمالاً تنعمل خبز بالفرن بدنا فرن بتوصل حرارته لل 900 درجة، وهيدا الشي مش وارد بالبيت إلا مع هالساج ميكر. فينا نعمل كل أنواع الخبز ومشتقاته عليه بطريقة صحية وكتير سريعة، وزنه خفيف وفينا ننقله وين ما بدنا ومصروفه كتير قليل نسبة لسرعته. أكيد مكفول وفيكن تحصلوا عليه ب 112 ألف ليرة بس وين ما كنتوا بلبنان. فري ديليفري، تصلوا على بسلر على 01 44 55 55. مثل ما بيقول المثل، الدفع عفا. قدام نعطي الهم بس بدنا نطلع على التخت ويكون مسقع. إلكتريك بلانكت منستعملها لتدفي لنا التخت قبل ما نطلع ننام، ما قلنا إلا نحطها بالكهرباء لدقيقة قبل النوم، وهي كفيلة بأنه تخلينا دافيين كل الليل. هالإلكتريك بلانكت فيها ريموت كنترول للتحكم بالحرارة، وفيها 3 درجات حسب نسبة السقعة بالغرفة يلي نحن فيها، كما أنها كفيلة بإزالة الرطوبة كلياً من التخت، وبتساعدنا على راحة الجسم من التعب والإرهاق اليومي، لأنها بتساعد على تنظيم الدورة الدموية وراحة العضلات والأعصاب. متوفرة بقياس المفرد والمجوز، المفرد 150 ب 80 سنتيمتر ب 90,000 ليرة، والمجوز 160 ب 140 سنتيمتر ب 120,000 ليرة، وأكيد مكفولة لمدة سنة. تحصلوا عليها بمجرد الاتصال ببسلرة على 01 44 55 55، وبتوصل لعندكم وين ما كنتوا بلبنان فري ديليفري. هول كانوا الايتيمز، ان شاء الله يكونوا عجبوكم. ما تنسوا فيكم تتصلوا على بسلرة على 01 44 55 55 حتى بعد الحلقه. تابعونا دائما على ام تي في. Thank you.